بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حبايبي أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة 2020، أتمنى أن أنتوا تكونوا في أحسن حال إن شاء الله، وخاصة أن احنا بنمر بظروف صعبة من حياتنا، ظروف انتشار فيروس كورونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذا الفيروس، وألا نصل في يوم من الأيام إلى ما وصلت إليه دولة كإيطاليا مثلا، استشرى فيها المرض بشكل بشع. رسالتي ليكم النهاردة إن شاء الله أن أنتم يكون عندكم ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى، اتعدوا الأزمة دي بسلام، بيفصلنا عن الامتحان ما يقرب من 75 يوم. النهاردة 21 مارس، الامتحان 7 يونيو، حوالي 75 يوم نحاول نستغلهم استغلال جيد، نستفيد من 24 ساعة، ننام بشكل جيد من 6 إلى 8 ساعات، نتناول وجبات غذائية متكاملة العناصر إلى حد ما، ناخد قسط من الراحة ما بين كل جلسة مذاكرة وأخرى. ال 75 يوم لو احنا وزعناهم على 7 مواد، كل مادة نصيبها هيكون حوالي 10-11 يوم. نحاول قدر الإمكان إن احنا نراجع المادة بشكل جيد خلال هذه الفترة. هتشكو طبعا وتقولوا احنا ما بنطلعش ناخد دروس خصوصية ولا حد بيساعدنا، لا أعتقد احنا ممكن نلاقي البديل، احنا في نعمة كبيرة، خاصة إن ال 24 ساعة احنا متواجدين في البيت، ما فيش وقت منهم بيضيع في مشاوير الدروس الخصوصية وغيره. احنا ممكن نحول النقمة اللي حلت بينا إلى نعمة إن شاء الله، ويكون في نتائج طيبة بنهاية العام الدراسي. البديل هو البديل الإلكتروني، البديل المعلم الحقيقي على أرض الواقع هو البديل الإلكتروني. هناك الكثير من المواقع الإلكترونية اللي بتوفر مواد تعليمية إلكترونية هائلة عالية الجودة، هتكون بديل قوي للمعلم على أرض الواقع. نحاول قدر الإمكان إن احنا ندور في يوتيوب ونتواصل مع أساتذتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الواتساب أو الفيسبوك على ماسنجر أو على معظم وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هيعاونونا، محدش هيبخل علينا بالضرورة، يريد نتواصل معهم في أي مشكلة تقابلنا في مناهجنا المختلفة في السبع مواد الأساسية اللي بندرسها السنة دي. يريد نحافظ قدر الإمكان على وقتنا، يكون لنا ورد يومي من القرآن الكريم نقرأه يوميا، ده هيكون مبعث للراحة النفسية وبيدينا قوة حقيقية لمواصلة يومنا. نحاول قدر الإمكان ان احنا نحافظ على صلواتنا، الناس في صلواتهم والله عز وجل في قضاء حاجاتهم. الصلاة والمحافظة على الصلاة في موعدها، وده هيدينا بالضرورة راحة نفسية وهينظم يومنا بشكل جيد. أحب أكد كمان على أني ملازمتنا للبيت ادتنا فرصة ان احنا